الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير مثال آخر على كيفية استخدام برنامج ديسموز جرافيك كالكوليتر في حل مسائل البرمجة الخطية. الآن تذهب إلى الجوجل وتبحث عن ديسموز جرافيك كالكوليتر. عندما تضغط على هذا الرابط يأتيها يعني يخرج أو يظهر لك هذا الرابط الآن، Graphing Calculator Desmos. اضغط عليه تخرج الشاشة هذه اللي هي Desmos Graphic Calculator. هذه الآن الشاشة أمامنا بلوحة إلكترونية، هنا لوحة مفاتيح إلكترونية يمكن أن تخفيها أو يمكن أن تظهرها من هنا. وبالتالي الآن يمكن لنا أن نستخدم أوامر ديسموس في حل مسألة. لنفترض الآن بأن لدينا دالة مبيعات، لنفترض أنها S تساوي على سبيل المثال 45X زائد 65Y. هاي ما يسمى بالobjective function أو الدالة الهدف، ونريد أن نعظم هذه الدالة اللي هي S sales مثلا، مبيعات، حجم مبيعات يساوي 45X، اكس ربما مدخل او سلعة او اي شو مكان يعني حسب طبيعة المسألة، يساوي 45X زائد 65Y. خضوعا للقيود التالية، الان سأضع القيود عليها. القيد الاول هو تقول لي 3X زائد 4Y اقل من او تساوي 24. لاحظوا لي الان 24، بما انه عندي القيود يجب ان تكون الكميات موجبة، فبضع قبل هذه المعادلة. على سبيل المثال افتح القوس الاعوج، هذا الكر اللي بسموه براكت، هنا اكس اكبر من او تساوي صفرا، اغلق ما يسمى الكر براكت، واضع كذلك لما افتح قوس ثاني معوج هذا اللي هو واي اكبر من او تساوي صفر، وبغلقه، بطلع عندي الآن حدود القيد الأول. هذا القيد الأول من 0 إلى 8 إلى 0.6، لاحظوني أحبتي، وبقيها إن شاء الله تباعا. ثم الآن أنسخ هذا القيد هنا اللي هو جزء من القيد اللي هو يعني non-negative constraint اللي هي X أكبر من أو تساوي صفرا و Y أكبر أو تساوي صفرا، أكبر من أو تساوي صفرا، control copy، وأضعها في المربع الثاني، وأضع القيد الثاني اللي هو واللي 4X زائد 3Y أوكي أقل من أو تساوي 24. هذا الآن 24، لاحظوا الآن هذا القيد الثاني اللي هو 0.0 6.0 0.8، سأبينه إن شاء الله بعد قليل. ثم القيد الثالث الآن أنسخ هذا الآن هي non-negative constraint، هذه control copy، أضعها في المربع الثالث هنا أو الرابع V control V، وأضع القيد الأخير اللي هو 2X زائد 2Y على سبيل المثال أقل من أو تساوي 13. لاحظوا لي الآن تباعا كيف تغيرت الأوان. هذا يعني القطاع هذا من هنا 0.0 عندي 6.0، وهنا في نقطة تقاطع، هذه سأبينها بعد قليل، وهذه نقطة تقاطع، هذه نقطة عفوا هنا نقطة تقاطع، وهنا المحور العمودي. كيف سأتحقق من نقاط التقاطع؟ أذهب إلى الآن القيود هذا وأجعلها تساوي، فإذا أغير أقل من أو تساوي أجعلها تساوي، ثم هذه أجعلها تساوي وهذه تساوي. لاحظوا لي الآن القيود بينت عندي، هذا القيد الأول هنا لاحظوا لي هو 0.6، بأخذ على قلم ورقة وأضع الآن 0.6، ثم الآن هاي التقاطع الثاني 4.5 و2، لاحظوا لي التقاطع الثالث هذا 2 و4.5، وهنا الأخير 6 0 و6، هنا 0 و6. تنسخهم بكون عندي طبعا هنا، لاحظوا لي أحبتي، هنا بكون 0.0.0، هنا 0.0، وهنا ثاني مرة أضعها 6.0، هنا 4.5 و2، هنا 2 و4.5، وهنا 0.6.
لاحظوا إذا أضغط عليها لمدة ثانية أو ثانيتين تطلع عندك تباعات. فهو الآن أضع 0 0، هاي القيمة الأولى للبوليغون هذا، وأبين إن شاء الله بعد قليل. بعدين 6 0 4 ونص 2 2 4 ونص، وأخيرا 0 و6. الآن حتى أتحقق من قيمة الحد الأقصى اللي هو الماكسيمم للدال الهدف هذا، أذهب هنا وأضيف، انتبهوا لي هنا إشارة الزائد هذه الموجب، أضغط عليها بيطلع عندي خيارات من هذه الخيارات تيبل اللي هو جدول. إذا أختار الجدول، أضع الآن النقاط التي حسبتها قبل قليل من التقاطع على 0 0، هنا 6 0، هنا 4 ونص 2، هنا 2 ونص، عفوا 2 و4 ونص، وهنا 0 و6. فإذا أول قيمة طبعا هنا 0 وهنا 0، ما هي قيمة الأوبجكتيف فانكشن؟ أضعه هنا بالخانة الثالثة، هاي أضع 45 x1 x1 زائد 65، من هنا آتيها لحظة، من هنا y1. أوكي، بعطيني قيمة الأوبجكتيف فانكشن عندما كانت قيمة x1 صفر وx وy1 صفر. إذا أذهب إلى القيمة الثانية اللي هي، خلصنا من هذه النقطة الآن، النقطة الآن 6 و0، النقطة هذه 6 و0، فأضعها هنا، هاي 6 الآن وهاي 0، فقيمة الأوبجكتيف فانكشن أو الدالة الهدف 270. ثم أذهب إلى القيمة الثالثة هذه اللي هي 4 ونص 4 ونص مع 2، إذا بتلاحظوا لي، وبتطلع 332 ونص قيمة الأوبجكتيف فانكشن. ثم الآن 2 و4 ونص قيمة الأوبجكتيف فانكشن، هون لاحظوا لي أعطاني النقطة، عفوا هذه 4 ونص 4 ونص، 382 ونص، وآخر قيمة اللي هي 0 و6. كما تلاحظون الآن، أعظم قيمة للأوبجكتيف فانكشن أو الدالة الهدف اللي هي S تساوي 45 x + 65 y، كانت عندما أخذت S قيمة مقدارها 2 و y1 أو y اللي هي طبعا هون X تمثل قيم X المختلفة، وهون y1 أو y تمثل قيم ال y المختلفة. فعندما كانت قيمة X تساوي 2 وقيمة y تساوي 4 ونص، كانت قيمة الدالة الآن 282 ونص، لكن هنا 390، ما يعني بأن أعظم قيمة لهذه الدالة تكون 390 إذا كانت X تساوي 0 و Y تساوي 6. حتى يعني نمثلها بيانيا بالشكل فعال، هنا أذهب إلى هذا المربع وأضع الأمر الرئيسي التالي، Polygon. الآن Polygon أفتح قوس، أقول له X1 و Y1، لاحظوا أغلق القوس، لاحظوا الآن ظلل لي القطاع الذي يريد الآن أن أنتبه له وأبين أنه بالضبط هذا هو البوليغون أو هذا الشكل الرباعي الغريب. فبدي أمحى أو أخفي هذه القيود، الآن أذهب إلى هذا وأغلقه، ثم أغلقه أو أني أخفيه، لاحظوا الآن، وأستطيع الآن هنا أني أغير اللون، أخلي مثلا القطاع هذا الخطوط عليه متقطعة، لاحظوا تقطعت هنا، وأغير اللون كما أريد. والآن بقول لي أنه أعظم قيمة لهذا البوليغون كانت عندما أخذت X تساوي 0، قيمة 0، وواي تساوي 6، كانت المساحة اللي هي S تساوي 45 x + 65 y، أعظم قيمة لها كانت 390. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع المهم على كيفية استخدام ديسموس بحل مسائل البرمجة الخطية بدقة متناهية. أرجو من أحبة الطلبة والمتابعين أن يذهبوا إلى الشبكة العنكبوتية ويفتحوا حسابات، هي مجانية على الديسموس، كي يتعلموا على هذا البرنامج المهم جدا لأحبتي طلبة الرياضيات والاقتصاد وإدارة الأعمال، وخاصة الذين ينشغلون بما يسمى بحوث العمليات Operation Research،
والبرمجة الخطية. وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.